تاني درس بمحور التغير الاجتماعي بيتناول معايير توصيف التغير الاجتماعي بين التقدم والتخلف. في نهاية هذه الحصة ستصبحون قادرين على تحديد مفاهيم التقدم، التخلف وطور النمو، تحديد معايير التقدم والتخلف. نبدأ بأول هدف، نحدد التقدم، تخلف وطور النمو. التقدم، مصطلح تقدم خلال القرن الثامن عشر كان يعني عدة أمور، منها تحرر الشعوب وتقدم البشرية نحو الأفضل فكرياً وأخلاقياً، نمو قوى الإنتاج الاقتصادي بشكل مستمر. بالقرن العشرين، خاصة بالجزء الثاني منه، صار هالمصطلح يعني السيطرة على الطبيعة من خلال العلوم والتكنولوجيا، تأمين الرفاهية لأوسع الفئات وبأسرع ما يمكن وبأفضل جودة ممكنة. اخترنا صورة من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بتملك أضخم اقتصاد بالعالم وتعد أهم قوة اقتصادية، سياسية، ثقافية عالمية. بالمجتمعات المتقدمة حصلت تغيرات على المستويين، المستوى الاجتماعي أي تقدم علمي وتقني، حركة نزوح باتجاه المدن حيث الخدمات وفرص العمل، نمو طبقات اجتماعية جديدة من أصحاب الرأسمال والتجار والإداريين، تفاوت بالمداخيل ووجود هو بين الأغنياء والفقراء، ازدياد نفوذه والسيطرة على مصادر المواد الأولية الخام. على المستوى الاقتصادي حصل تقدم كبير بمجال التصنيع والتمدن والنمو الاقتصادي. مصطلح تخلف بيوصف البلدان يلي ما شهدت ثورة صناعية وبقيت على أوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما كان الحال بالبلدان الأوروبية قبل الثورة الصناعية. هالمجتمعات رفضت تتبنى فكرة التقدم كقاعدة لبناء الداخل، والسبب بيعود لغياب التنمية البشرية فيها مثل الصومال والسودان. بتعاني هالبلدان من مشاكل عديدة، منها انعدام الأمن الغذائي والأمن المائي يلي بيشكل خطر على صحة السكان، وهو انتهاك لمبدأ مهم للعدالة الاجتماعية والشعور بالمواطنية. في 2.6 مليار شخص ما عندهم مرافق صرف صحي، أي عايشين بمنازل غير ملائمة للعيش، وهن بشكله 50% من سكان البلدان النامية. أيضاً يعتبر الأطفال أكبر ضحايا، بيموت 1.8 مليون طفل سنوياً بسبب نقص المياه النظيفة. طور النمو، هالبلدان دخلت بخيار التقدم والتحديث لكنها لم تتمكن من إنجاز الكثير في هذا المجال، بنسميها بلدان في طور النمو. التغير والتطور فيها بقى ضعيف بسبب غياب التنمية البشرية، أي تأهيل الناس على التقدم وعلى وعي حاجاتهم وكيفية تأمينها. أسباب تعثر المشاريع الإنمائية في البلاد المتخلفة أو في طور النمو، ازدياد سكاني هائل. المناطق الأكثر تقدماً بتمثل 17.3% من سكان العالم مقابل 82.7% للمناطق الأقل نمواً. ضعف في المهارات والقدرات التنظيمية، صراع بين التقليدية والحداثة في اتخاذ القرارات،
ضعف نسبة المتعلمين، أعلى نسبة أمية بأفريقيا، ونصف الأهالي ما عندهم إمكانية يساعدوا أولادهم بدروسهم، استمرار وجود قطاع زراعي ضاغط، الهدر والتبذير في الإنفاق العام، تعرض ثرواتها للاستغلال من قبل البلاد التي استعمرتها. ورد معنا مصطلح التنمية البشرية خلال الشرح. أهداف التنمية البشرية المستدامة للعام 2020 هي 17 هدف، رح نشوف أبرزها. 1. القضاء على الفقر. في ناس ببلدان فقيرة بعيشوا ب 1.25 دولار بالنهار. القضاء على الجوع. الصحة الجيدة والرفاه، أي الحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات. التعليم الجيد. بلغ معدل الالتحاق إجمالي بالتعلم الابتدائي بالمناطق النامية 91% عام 2015. المساواة بين الجنسين، أي القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والعمل على تمكينهن، يعني تشجيع النساء على تقلد مناصب قيادية. الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، أكثر من نصف سكان العالم بعيشوا بالمدن، من هون أهمية تأمين النقل المشترك، الطاقة المتجددة للحفاظ على بيئة سليمة. السلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد شراكات لتحقيق الأهداف، أي التعاون بين بلدان الشمال والجنوب لتحقيق نظام عالمي منصف وعادل للجميع، وبيسمح للبلدان المتخلفة أو في طور النمو أنها تتقدم. هالصورتين بيوضحوا أهمية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية إلى جانب المحافظة على البيئة لنوصل لتنمية بشرية مستدامة تتقدم البلدان النامية أو بطور النمو، مما يحد من التفاوت الاجتماعي فيها. في كتير دول كانت مصنفة متخلفة، صارت عم بتنافس منذ القرن العشرين الدول المتقدمة، من هالدول تايوان، كوريا الجنوبية، ماليزيا وسنغافور. بالمقابل في كتير دول مصنفة متقدمة بتعاني من مشاكل جوهرية مثل البطالة، التفاوت الاجتماعي. لهالسبب لازم نستخدم معايير محددة للتقدم والتخلف، وهي مستوى الدخل، مستوى المديونية، مستوى التعليم، الأمل بالحياة، مدى توزع المداخيل، ومستوى الديمقراطية والمشاركة. المعيار الأول هو مستوى الدخل. بيتميز مستوى الدخل بسهولة احتسابه وبالتالي سهولة المقارنة بين دولة وأخرى. ارتفاعه بيشير لتقدم المجتمع والعكس صحيح. برسم البيان التالي عم بفرجينا الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالدولار بلبنان عام 2015، حيث كان 1200 دولار سنوياً، أي بمعدل 1000 دولار بالشهر. بيعني أنه الناتج المحلي الإجمالي للفرد منخفض بلبنان مقارنة بالدول المتقدمة. اثنين، مستوى المديونية. هو ثاني معيار لقياس التقدم. في كتير دول معتبرة في طور النمو عمدت للاستدانة من دول أخرى لتملك موارد لازمة لبرامج نموها. كانت النتيجة أنها غرقت بديون وفوائد الديون، وبالتالي ما قدرت تعمل مشاريع لاستثمارات منتجة. كل ما كان مستوى المديونية إذا مرتفع، كل ما دل على تخلف هالمجتمع. ارتفع معدل الدين العام بلبنان من 3.39 مليار دولار نهاية عام 1993 ل 79.52 مليار دولار نهاية العام 2017، أي بمعدل 13.5 سنوياً.
مستوى التعليم ارتفاعه مؤشر للتقدم والعكس صحيح. معدل الأمية بالدول العربية عام 2009، لبنان كان معدل الأمية 10.4%، أما ببلدان أخرى مثل موريتانيا فهو 42.5%. بينما ترتيب جودة التعليم بالبلدان العربية، لبنان مصنف 33 عالمياً. الأمل بالحياة أو متوسط العمر المتوقع عند الولادة كلما طال كلما دل على التقدم، وهو أكيد مؤشر لتطور الطبابة والتقديمات الصحية. هالقائمة من قبل الأمم المتحدة للفترة بين 2010 و2015 بتدل أنه لبنان كان مصنف الثاني عالمياً من بعد اليابان، وبلغ هالمتوسط 82.2 عند الذكور، كان 79.4 عند الإناث، 85.1. أما بالبلدان المتخلفة ممكن يوصل هالعمر ل 39 سنة تقريبا. مدى توزع المداخيل أي إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل عن طريق الضريبة التصاعدية هو دليل للتقدم، لأن الضريبة التصاعدية بتعني أنه في عدالة والدولة من خلالها عم تقدم خدمات اجتماعية وعم بتحد من التفاوت الاجتماعي، مما بيساعد الأفراد على الاندماج بالمجتمع. آخر معيار هو مستوى الديمقراطية والمشاركة، أي إتاحة الفرص للأفراد أنه يوعوا مصالحهم ويمارسوا حريتهم، هذا الشيء بيدفعهم للمشاركة الفعالة بالمجتمع. تمارين تطبيقية. انطلاقاً من المعايير الواردة أدناه، حدد موقع لبنان في عملية التغير. مستوى الدخل منخفض، مستوى المديونية مرتفع، مستوى التعليم متقدم، الأمل بالحياة مرتفع، ضعف الخدمات الاجتماعية، وجود مستوى التعليم متقدم كمعيار والأمل بالحياة مرتفع كمعيار تاني، منه كافي ليصنف لبنان كبلد متقدم. لهذا السبب الجواب لبنان بلد في طور النمو أو يتأرجح بين التقدم والتخلف. شكراً.